ولأنه لدير سيد نايخ خصوصية ما بتشبه حدا، ولأنه للميلاد له طابع خاص، رح ننتقل لدائرة أيتام دير سيد نايا مع نور، ولحتى نتابع أجواء فعاليات عيد الميلاد. نور لعندك. شكرا لك ليا. هلا نحن متواجدين بمدرسه ميتم سيد نايا، دير سيد نايا، لننقل اجواء الريستال واجواء الميلاد، ميلاد مجيد على جميع مشاهدي الاخباريه السوريه. يمكن قد ما حكيت وقد ما وصفت ما فينا نوصف اجواء الميلاد المجيد، ميلاد مبارك على جميع مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. ان شاء الله هالميلاد يحمل الخير والسلام لكل اهلنا في سوريا، لرجال الجيش العربي السوري. هلا نحن بدنا ننتقل للاخت تيودورا الياس، يسعد صباحك وميلاد مجيد، لنحكي عن اجواء الميلاد، اجواء الريستال. يمكن كاميرا عم تنقل اجواء الميلاد فيها نوع من الروحانيه، فينا نقول نحن الحقيقه بنعيش كل عمرنا بالروحانيه، بس اليوم بشكل خاص عايشين هاي الروحانيه باجواء عيد الميلاد، بترانيم الملائكه، بوجود الرعاه قدام السيد المسيح، بوجود السيد المسيح اللي هو دائما موجود بقلوبنا، وهو دائما بيخلصنا ودائما اعتمادنا عليه. فاولادنا حبوا كمان انه يعيشوا هاي الاجواء، ونحن حبينا انه هن يشاركوا كل العالم وخاصه ذوي الاحتياجات الخاصه. جميل بالفعاليه مثل ما قلتي والريستال، مشاركه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه اللي فيهم يمكن شيء من الروحانيه وشيء من الخصوصيه، يمكن الميلاد تميز بروحهم الجميله. اكيد نحن وجودهم لذوي الاحتياجات الخاصه هن كل شيء بالنسبه لنا، لانه نحن هاي المدرسه هي مدرسه للايتام، وباعتبارها مدرسه للايتام فنحن كمان نهتم بالايتام وبيلي بيشبه الايتام، فنحن كثير مبسوطين انهم هن موجودين معنا. تعيشوا يمكن الايتام اجواء الميلاد بكل تفاصيلها، عم نسمع يمكن صدى الاطفال بروح من الحنيه والدفى رغم البرد. خلينا نحكي عن اجواء الميلاد بسيد نايا ودير سيد نايا، يمكن عشنا فتره مع شويه يمكن غابت الفرحه شوي عن الميلاد، لكن رجعت بهمه ابطال الجيش العربي السوري. خلينا نحكي عن اجواء الميلاد اللي رجعت اجمل واقوى من قبل. أكيد نحن هون بالمدرسة حاولنا إنه يعني نضل معايشين الأولاد حتى بكل مدار السنة، محاولين نعيشهم أجواء الميلاد ومحاولين إنه نهتم فيهم بشكل إنه صحيح إنه عم نترحم على الشهداء، بذات الوقت نبهناهم إنه نحن كمان أنتم عايشين لازم نصلي للشهداء ولازم نعيش أجواء الميلاد، فصار في خلط حتى كمان ما تتحطم نفسيتهم للأطفال. في اندماج يعني جميل، في اندماج بأجواء الميلاد، يعني اليوم الريستال يقام يمكن لجميع الطوائف. خلينا نحكي عن الفعالية اليوم، شو بتتضمن؟ الفعالية بتتضمن اليوم أصوات ملائكية، بتتضمن كل العالم اللي جايين يعيشوا مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومع المعاقين ومع العجزة. فهي هالشيء اللي نحن حبيناه انه دائما نعيش ونعيشهم ونترحم على شهدائنا بنفس الوقت، مثل ما انك سامعه كمان مشان فلسطين. فلسطين كمان لها اهميه كبيره بقلوبنا، نحن عايشين هاي الاجواء بوجود فلسطين. والجميل يمكن بالريستال اليوم بالفعاليه اليوم انه الاطفال عم يخبوا شوي من خرجيتهم ليعملوا شيء للعجزه. أكيد أكيد. هلا نحن ما بعرف إذا بتحبوا جايبين هدايا للعجزة، إذا بتحبوا كمان من خرجية الأولاد. نعم، خرجية الأولاد، من خرجية الأولاد، الأولاد هن تبرعوا لحتى نقدر نجيب شيء، حبينا إنه هن كمان يشتركوا بهيدا الجو أولاد المدرسة. طيب خلينا نحكي أخت تيودورا، قديش بتحسي يمكن اليوم في مسؤولية عليكم تجاه هدول الأطفال؟ أنتم ناذرين أنفسكم للأولاد. أكيد نحن هاي هي حياتنا، نحن حياتنا إنه من شان الآخر، دائما منعيش من شان الآخر، ودائما ننتبه إنه هالأولاد هدول يكونوا دائما مبسوطين، فنحن كل حياتنا عايشينها. يعني الناس بتتزوج بتجيب أولاد، أما نحن عايشين من شان كل البشرية. بس يعني بدال الولد في كم ولد هون، فينا نقول بدال الولد في كم ولد هون؟
في عنا شي 800 ولد بالمدرسة، والحمد لله المدرسة من كل الأديان، هيدا الشي بيفرح. فمنعلمهم كلهم بشكل سوي حتى توصل الثقافة والعلم والسلوك لكل العالم. جميل مثل ما قلتي، كل العائلات. جميل مثل ما قلتي انه الاطفال موجودين من جميع الاديان، يمكن الرساله الاساسيه اللي عم توجهوها من خلال هيدي المدرسه هي رساله انسانيه سماويه محض، لانه اذا ما كنا هيك نحن ما لازم نكون ابناء سوريا. طيب بالختام كلمه بتحبي توجهيها لكل مشاهدينا ولكل اللي عم يتابعونا بهاليوم المبارك بالميلاد المجيد، ميلاد سيدنا المسيح. أنا بتوجه لسوريا أولا بالخير والطمأنينة، بتوجه لسيد الرئيس أنه الله يخلي لنا إياه، وبتوجه لرئيسة الديري اللي هي كمان عم تهتم بهاي الأجواء. وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتي بألف خير. الأخت تيودورا الياس مديرة مدرسة ميتم دير صيدنايا، شكرا كثير إليك. حاولنا خلال دقائق ليا نرصد أجواء الريستال والفعالية. بدنا نتمنى ميلاد مجيد لجميع مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بهاليوم المبارك. إليكي ليا. أكيد نور، نحن مستمرين بحلقتنا الاستثنائية أكيد بعيد الميلاد، وإن شاء الله بينعاد على كل الناس بالخير والبركة. ونحن هلأ مع كورال الأولاد اليوم بدهم يغنوا أغاني كتير حلوة. بونفي نعاد عليك وعليك. شو بدك تقول اليوم بالميلاد وشو بدك تقدم بالحفلة؟ عم تضحك؟ طيب يلا رح اسال الصبايا بما انه الصبيان ما بيعرفوا يحكوا. ايه مرحبا، كل عام وانتي بخير. ميلاد اهلا، انتي بخير. اليوم شو بدك تقولي لكل اطفال سوريا ولا رفقاتك ايضا؟ كل عام وانتي بخير، وكثير انبسطت اني غنيت لهم كمان. قولي لنا شو بدكم تغنوا اليوم، وكل عام وانتي بخير. انتي بخير. شو بدكم تغنوا اليوم؟ غنينا لعيد الميلاد للطفل يسوع للمولود الجديد، ونتمنى له يعم السلام بكل سوريا. تمام. هون كمان مرحبا. أهلين. ميلاد مجيد. ميلاد مجيد. شو بدك تتمني لكل أطفال سوريا؟ إنه ينبسطوا. أوكي شكرا كثير. أكيد هلا نحن معكم وعم نتابع ترانيم عيد الميلاد يلي قالوهم الأطفال، وأيضا قدموا رقصات على المسرح، وهلا أكيد عم يرتلوا تراتيل العيد. مرحبا بونفي. بونفي شو بدك تقولي بالعيد؟ أنا بدي أزرع المحبة والفرح بكل قلوب الأولاد. إيه بتمرقيني شوي؟ اوكي بون فيت، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. ميلاد مجيد. ميلاد مجيد. شو بدك تقولي لولادة الطفل يسوع؟ شو بدك تتمني بولادة الطفل يسوع؟ انه يرجع السلام على الوطن ونكون كلنا مبسوطين بالعيد ان شاء الله يا رب. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو بدك تتمني بالعيد اليوم؟ بتمنى انه تهدى الامور. كمان انت شو بدك تتمني؟ تتمنى قليلة. بتمنى انه هاي المدرسة تكبر اكتر ويصير فيها يعني شيء احسن. تمام. مين بده يحكي هون الشباب؟ انت شو بدك تقولي اليوم للراهبات ولأنساتك ايضا بالعيد؟ كل عام وانتم بخير، وانه يكون يعمل خير على وطننا، ونكون كلنا مبسوطين بالعيد. وانتو بألف خير يا رب. كمان تعي لعندي هيك شوي مشان نقرب على الكاميرا مشان تبيني. كل عام وانتي بخير. انتي بخير يا رب. شو بدك اليوم تتمني بالعيد وشو بدك تقولي للراهبات ولا خلينا هالضيعة واهلها، والله يخلينا هالبلد ويرجع له السلام ان شاء الله يا رب. تعي لعندي هيك. تعي كل عام وانتي بخير. وانتي بخير. اليوم بالعيد مين بدك تعايدي وشو بدك تقولي للراهبات ولا الانسات والاساتذه؟ كل عام وانتو بخير. بدك تتمني لرفقاتك؟ هلا اكيد عنا فوز، بتمنى النجاح لك. يلا ان شاء الله يا رب. كمان مين انت؟ كل عام وانت بخير. يوم بالعيد شو بدك تقول؟ كل عام وانت بخير سوريا، وان شاء الله ضل المحبه بقلوب الاولاد. ان
شاء الله يا رب. يلا وختاما مسك معك، شو اسمك؟ مريم نجمة. إيميليا الحلوة، اليوم شو بدك تقولي بالعيد وشو بدك تتمني لرفقاتك يلي بالميتم وأيضا للراهبات والأساتذة؟ أن على طول يكونوا على طول معنا ويعني ويكونوا بسلام. نعم إن شاء الله يا رب. أكيد مع كمان، يلا ما حزعل حدا معلي بس دقيقة. مين؟ مرحبا، كل عام لا تعطى تعال عندي على السريع بنخ. لا وانت بخير، نعاد عليك يا رب. وعليك. شو بدك تقول بالعيد؟ كان كورال كتير حلو، كل عام وانت بخير للكل. شو بدك تتمنى لرفقاتك بالميتم وايضا للراهبات ولكل السوريين؟ انه يكونوا بألف خير وعافية وتكون سنة جديدة لعلهم. ماشي، ميرسي، كل عام وانتم بخير. ينعاد على كل الأطفال أكيد يلي موجودين ويلي اليوم قدموا فقرات ميلادية غير شكل. نحن متواجدين بمدرسة ميتم دير صيدنايا، حاولنا ننقل أجواء الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح، حاولنا نرصد أجواء الميلاد في صيدنايا، أجواء جميلة جدا رغم كل الظروف اللي عم تعيشها الحرب، إلا أن أجواء الميلاد رجعت أقوى من قبل. ميلاد مجيد لجميع مشاهدينا، إن شاء الله هالميلاد يحمل الخير والصحة والسلام لشعبنا وبلدنا وأرضنا وجيشنا. بالختام بدي أتشكر جميع مشاهدي الإخبارية سورية، بدي اتشكر زميلتي ليا وإلا ميلاد مجيد إليك ولكل عائلتك. مرسي نور، ميلاد مجيد وأكيد ميلاد مجيد من جديد لكل مشاهدي الأخبارية السورية. أكيد كنا معكم اليوم بهي الحلقة الخاصة والاستثنائية، نطلع عليكم من دير صيدنايا. أكيد كنا بالدير وهلأ نحن موجودين بالمدرسة. بالختام بدي أتشكر كل فريق العمل، كل الرحمة لشهدائنا، والله يحمي أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري. الله ينعاد على سوريا بألف خير يا رب، بالسلام لجميع السوريين وبالمحبة تزين قلوب الكل. باي باي.